للمزيد من المتابعة عبر سكايب من روما ينضم إلينا الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد أهلا بك يا فندم. تحياتي للجميع. إذن يبدو أننا بصدد لقاحي لفيروس كورونا من الممكن أن يكونوا متوفرين ربما في الربع الأول من العام القادم. نعم احنا بنتأمل، احنا كأطباء وكجيش أبيض نتأمل إنه اللقاحات تكون جاهزة، بس أنا واقعي ويوميا بالمستشفى وبالمراكز الطبية وفي نقطتين مهمات. أولا نستمر بالنصائح والإرشادات والعلاجات مع الأدوية التي أثبت لها نتائج كبيرة، خصوصا العلاج في البيوت وأول خمسة أيام وعدد اللي بتعافوا كثيرين. في أوروبا للأسف في ارتفاع عدد المصابين في المدة الأخيرة، تقريبا 28% من المصابين في العالم موجودين في أوروبا، تقريبا 26% من اللي توفوا موجودين في أوروبا. في أوروبا في نسبة عالية من اللي بتوفوا لأنه كنسبة المسنين أكبر من الدول العربية وأفريقيا. هاي من ناحية المصابات والمرحلة المصابين والمرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، في اختلاف في كل مرحلة. بالنسبة للقاحات احنا ننتظر إجابات طبية وصحية من اللقاح فايزر وجميع اللقاحات. أولا كم هي مدة المناعة التي يوفرها كل لقاح؟ ثانيا هل اللقاح هو له فعالية إيجابية للأطفال للمسنين، مسنين بدون أمراض، مسنين مع أمراض القلب، مع أمراض السرطان؟ فيش إثبات حاليا إنه بدون أعراض جانبية. هل اللقاح يقاوم الفيروس للشخص نفسه ولا يمنع انتشار الفيروس؟ وإحنا هاي النقطة الثانية، إحنا بدنا نوقف انتشار الفيروس. إحنا بنعرف الأدوية هي مفيدة للعلاج، اللقاح مفيد للوقاية. الوقاية والعالم بيقدر يربح الحرب ضد الفيروس وانتشاره فقط مع اللقاح. بدناش إحنا بس اللقاح إنه يغدى نسبة 95% إنه فائدة للشخص نفسه، بس في نفس الوقت لا يقاوم انتشار الكورونا فيروس. وهي كلها أسئلة اللي احنا طرحناها كرابطة طبية أوروبية الشرق الأوسطية، بس في شيء ولا جواب طبي وصحي، لا أتكلم عن البيانات الصحفية. نعم، ماذا عن منظمة الصحة العالمية دكتور فؤاد؟ يعني البعض ربما يتحدث أن حتى هذه اللحظة مع الإعلان على عدد من اللقاحات لم تعتمد حتى هذه اللحظة منظمة الصحة العالمية أي من اللقاحات، خاصة أيضا أن كان هناك بعض المعلومات المتواترة أن أحد اللقاحات ربما التي كان عليها اعتماد كبير من قبل المنظمة حدث بها تراجع بسبب القول أن بعض الفحوصات اللازمة أثبتت يعني الفحوصات أن هذا اللقاح ربما أيضا لن يقي بدرجة كاملة من الإصابة بكورونا. أنا عالميا يعني معروف كثير من المواقف اللي أخذتها، وكثير مع تلفزيون إكسترا نيوز صرحت إنه ضد منظمة الصحة العالمية في إجراءات أو في عدة بيانات، بس هاي أول مرة بتفق مع منظمة الصحة العالمية لأنه خبرتنا وخبرتي من سنة 2000 وخبرة منظمة الصحة العالمية بعد ما صار في لقاح جامعة أوكسفورد كان أكيد إنه بشهر 9، وبعدين كان أكيد بشهر 11، وكان أكيد بشهر 12، وظهر أعراض جانبية بين الأشخاص اللي أخذوا الجرعات. عشان هيك أنا من طرف أقول نرحب في اللقاح، بس في طرف ثاني نقول بدنا بحوث طبية وصحية وليس بيان صحفي من الشركة عشان يرتفع الربح الاقتصادي في البورصة، وبعد كم أسبوع لا نتكلم عن هذا اللقاح زي ما صار في جامعة أوكسفورد وجونسون جونسون. اليوم نتكلم عن فايزر ونتكلم عن موديرنا، مثل لم نتكلم عن لقاح روسيا التي لا تثبت في ولا بحث طبي وصحي له فائدة، وفي نفس الوقت له ما ملوش أعراض جانبية.
وضحت الصورة. كنت ضيفي عبر سكايب من روما الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، شكرا جزيلا لك يا فندم.